ازيكم يا حبيبي، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. نبدا ان شاء الله النهارده مع بعض السيشن اللي هي ليسون 2 في يونت 5. كنا اتكلمنا المره اللي فاتت على النيوكلير بايندنج انرجي، وقلنا اينشتاين ايكويشن، وكنا اتعلمنا ازاي نحسبها. تمام، النهارده بقى بيقول لي حاجه تانية، ابلكيشن لموضوع اينشتاين ايكويشن. بيقول لي ان النيوكليس فيها بروتونز، وكلنا عارفين كده البروتونز بوزيتيفلي تشارجد. طيب المفروض ان البوزيتيفلي تشارجد بارتكلز اللي هي البروتونز يبقى في بينها وبين بعض ريبالشن. ده حاجه لوجيك ان البوزيتيف هيحصل بينه وبين بعضه ريبالشن. طيب مش الكلام ده هيخلي البارتكلز اللي هي البروتونز تبقى بعيد عن بعضها، تبعد عن بعض؟ طبعا، طالما كلهم بوزيتيف كان المفروض البروتونز تبعد عن بعض، يعني سفر فروم ريبالشن. طب هل ده بيحصل؟ قال لي لا، عمرنا ما سمعنا عن كده. النيوكليس بتبقى كلها وان يونت، البروتونز مع بعض ومعاهم النيوترونز. فاينشتاين ابتدى يفكر في ايه؟ انه واضح ان في فورس معينه، تمام، بتعمل بايندنج للنيوكليس مع بعضها. الفورس دي اسمها نيوكليير فورس. اسمها ايه؟ نيوكليير فورس. جات منين النيوكليير فورس دي؟ ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. بيقول لي اول حاجه نقولها على النيوكليير فورس ان هي شورت رينج فورس. يعني ايه شورت رينج؟ يعني مش موجوده في مكان بعيد، ده هو يا دوب بيبقى ما بين النيوكليونز وبعضها. هي ايه النيوكليونز؟ عشان نفتكر كلمه نيوكليونز دي، نيوكليونز دي اللي كنا قلنا عليها قبل كده، اللي هي البارتكلز انسايد ذا نيوكليس. بارتكلز انسايد ذا نيوكليس، يبقى كلمه نيوكليونز مينز بروتونز ولا نيوترونز؟ تقول لا، الاثنين مع بعض. يبقى النيوكليونز هي كل البارتكلز انسايد النيوكليس، سواء بروتونز او نيوترونز. فبيقول لي ان النيوكلير بايندنج فورس دي شورت رينج فورس، يعني يا دوب الديستنس تبقى اقل من ليس ذان 10 تو ذا باور نيجاتيف 15 متر، يعني قريبين جدا من بعض. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان النيوكلير بايندنج فورس دي ما دازنت ديبند اون ذا تايب اوف نيوكليونز، يعني ما بين البروتون والبروتون ماشي، ما بين بروتون ونيوترون ماشي، ما بين تو نيوترونز ماشي. يبقى النيوكلير بايندنج فورس دي فورس ما بين النيوكليونز كلها، وات ايفر هي ايه النيوكليونز. النيوكليونز اذا كانت بروتونز او نيوترونز، تمام، في بينهم بعض بايندنج فورس. والبايندنج فورس دي زي ما احنا بنتفق دلوقتي doesn't depend on the type of the nucleons، مش هيفرق معايا هما مين. بمعنى ان في بايندنج فورس ما بين البروتونز والبروتون، او ما بين النيوترون والنيوترون، او ما بين البروتون والنيوترون، بحيث يبقى كل النيوكليونز بايندد توجذر. تمام كده، وبالتالي ده اللي هيعمل اوفر كامنج للريبالشن اللي كنا خايفين منها من وجود البروتونز البوزيتيف مع بعضه. يبقى النيوكليير بايندنج فورس تتميز بتو بروبرتيز. ايه هما؟ اول حاجه ان هي شورت رينج فورس، يعني مش بتشتغل على ديستانس كبيره، انما يا دوب يبقوا الايه البارتكلز قريبين جدا من بعض، بحيث الديستانس تبقى ليس ذان 10 تو ذا باور نيجاتيف 15 متر. وتاني كاركتر او بروبرتي ان النيوكلير بايندنج فورس دي doesn't depend on the type of the nucleons whatever كان بروتون او نيوترون. تمام؟ طيب بيقول لي الامبورتنس بتاعتها ان هي ايه؟ ماسكه النيوكليس مع بعضها. طيب هنحسب ازاي بقى البايندنج انرجي دي وايه السورس بتاعها؟ قال لي فاكر اينشتاين ايكويشن قلناها في الليسون اللي فات اللي هي كانت ايه؟ تقول لي اللي هي كانت الانرجي ايكوالز ايه؟ تقول لي الام تايمز الايه؟ الكونستنت اللي هو 931. ده كان ايه ده؟ قال لي دي كانت اينشتاين ايكويشن اللي قلنا ان الانرجي ايكوالز ماس ترانسفورمد تايمز الكونستنت اللي هو 931. طيب هنا فين الكلام ده بقى؟ قال لي بص يا سيدي، الماس ترانسفورمد انتو انرجي دي جت منين؟ جت من حاجه اسمها ماس ديفكت. يعني ايه ماس ديفكت؟ يعني في شورتج في الماس. طب ايه يعني الماس بتاعت النيوكليس هتروح فين يعني؟ ايه يعني اتسرقنا يعني ولا ايه اللي حصل؟ قال لك بص يا سيدي، الماس بتاعت النيوكليس عباره عن ماس البروتونز تايم بلس ماس النيوترونز. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي في النيوكليس 2 بروتونز وعندي 2 نيوترونز مثلا، يبقى انا عندي ايه؟ 2 بروتونز و2 نيوترونز. يبقى ماس النيوكليس هتبقى ايه؟ تقول لي
ماس البروتون الواحد تايمز اتس نمبر اللي هم 2. دول كده ماس التو بروتونز بلس ماس النيوترون الواحد تايمز 2 اللي هو النمبر اوف نيوترونز. يبقى الماس بتاعة النيوكليوس هنقول عليها دلوقتي مؤقتا ثيوريتيكال ماس. ايه ثيوريتيكال ماس دي؟ قال لي دي اللي احنا هنعمل لها كالكوليشن. ايكوالز زد، هو ايه الزد ده؟ هو النمبر اوف بروتونز تايمز ام بي. مين ام بي دي؟ ام بي دي اللي هو ماس اوف بروتون. طب هي دي كونستنت؟ قال لي اه ماس البروتون كونستنت فاليو اللي هو بيقول لي عليها 1.007825 يو. يبقى ماس البروتون الواحد انا عارفها، والنمبر اوف بروتونز برضو انا عارفها لان انا عارف الاتوم وعارف الاتوميك نمبر بتاعها. فهقول ان ثيوريتيكال ماس ايكوالز الايه؟ النمبر اوف بروتونز تايمز ماس البروتون الواحد بلس ايه؟ قال لي بلس النمبر اوف نيوترونز تايمز الماس بتاع النيوترون الواحد. يبقى الام ان ده هو ماس اوف 1 نيوترون اهو ادهوني 1.008665 يو. يبقى ده ماس ايه؟ ماس النيوترون الواحد. اعمل له مالتبلاي النمبر اوف نيوترونز، يبقى انا كده جبت ايه؟ يبقى انا كده جبت الثيوريتيكال ماس. يعني ايه ثيوريتيكال ماس؟ يعني ده الماس اللي المفروض كان يبقى موجود. طيب وبعدين قال لي اكتشفنا ان في اكشوال ماس، في اكشوال ماس للايه؟ للاتوم. الاكشوال ماس ده اتضح لنا انه less than الثيوريتيكال ماس. ازاي اللي حصل الموضوع ده؟ قال لي اه يبقى كده الاكشوال ماس less than الثيوريتيكال. ده اللي هيقدر يحسب لي الماس ديفكت، ده اللي ايه يقدر يحسب منه الماس ديفكت، ده الفرق في الماس. راح فين الماس ديفكت ده؟ الماس ديفكت ده هو اللي تشينجد او ترانسفورمد انتو انرجي وعمل لي نيوكليار بايندنج انرجي. اذا السورس اوف نيوكليار بايندنج انرجي جه منين؟ النيوكليار بايندنج انرجي جت من الماس ديفكت. يعني ايه ماس ديفكت؟ هو فرق الثيوريتيكال ماس اللي احنا حاسبينه بايدينا عن الاكشوال ماس اللي هو اكشوالي موجود. الفرق في الماس ده هنحسبه ازاي؟ قلنا الماس ديفكت ايكوالز ثيوريتيكال ماس ماينس اكشوال ماس، وعرفنا ازاي هنحسب الثيوريتيكال ماس. طب بعد ما حسبنا الثيوريتيكال ماس وطلعنا منه الماس ديفكت، قال لي خلاص بقى ساعتها حضرتك تروح بقى وتحط لنا الايه الماس ديفكت ده تايمز ال 931. ايه ال 931 ده؟ 931 ده الكونستنت اللي هنحطه في الايكويشن فيحسب لنا الايه البايندنج انرجي او نيوكليير بايندنج انرجي. تمام. يبقى تو كالكوليت البايندنج انرجي او نيوكليير بايندنج انرجي هضطر الاول احسب الماس ديفكت كويس، وبعد كده اجيب الماس ديفكت ده مالتبلاي 931. كده يبقى احنا حسبنا البايندنج انرجي. تمام كده اوكي. طيب وبعد كده هل كده خلاص الانرجي دي اعرف منها الاتوم ستيبل ولا لا؟ قال لي لا، احنا عايزين نشوف كل نيوكليون هيبقى نصيبه قد ايه من النيوكليير بايندنج انرجي. يبقى هقول نيوكليير بايندنج انرجي بير نيوكليون، ده اللي يعرفني الاتوم ستيبل ولا لا. كل ما يزيد نصيب كل نيوكليون من البايندنج انرجي كل ما تكون النيوكليس مور ستيبل. يعني فرحتي لما الاقي بايندنج انرجي كتير بس عندي نيوكليونز كتير قوي، لا كده ما نبقاش ستيبل، كده ما نبقاش ايه ستيبل. يعني احنا عددنا كبير وعندنا اكل كتير، بس الاكل ده لما نيجي نقسمه على كل واحد فينا نلاقي نصيب كل واحد فينا حاجه قليله، لا يبقى احنا كده مش مبسوطين. تمام. يبقى انا ما يهمنيش انت عندك انرجي قد ايه في النيوكليوس، انا يهمني كل نيوكليون نصيبه قد ايه من الانرجي دي. فبالتالي بعد ما بنحسب النيوكليير بايندنج انرجي زي ما حسبناها هنا فوق، ابتدي بقى اخد النيوكليير بايندنج انرجي دي واعمل لها ديفايد النمبر اوف نيوكليونز اللي هو الماس نمبر. تمام. يبقى البايندنج انرجي ديفايدد النمبر اوف نيوكليونز اللي هي الماس نمبر يديني حاجه اسمها نيوكليير بايندنج انرجي بير نيوكليون، واللي على اساسها بقدر احدد اذا كان النيوكليوس دي ستيبل ولا لا. تمام. تعالى ناخد اكزامبل. بيقول لي كالكوليت ذا نيوكليير بايندنج انرجي بير نيوكليون. يبقى خلي بالك هنا هو طالب نيوكليير بايندنج انرجي بير نيوكليون في مين؟ دي سي اي، انا اسف كالسيوم سي اي، هي بس ايه ناقصه
الايه؟ تمام تمام يبقى ايه في الكالسيوم 20 40؟ ايه كالسيوم 20 40 دي؟ احنا اتفقنا مع بعض قبل كده ان النمبر اللي تحت ده اللي هو الاتوميك نمبر. ايه الاتوميك نمبر ده؟ هو النمبر اوف بروتونز. يبقى انت من ال 20 اللي مكتوبه لك تحت عرفت ان انت عندك كام؟ عندك 20 بروتون. طيب والنمبر اوف نيوترونز اجيبها منين؟ قال لي الماس نمبر اللي فوق ده اللي هو ال 40 ده عباره عن بروتون ونيوترونز. طب طالما ان ال 40 دي بروتون ونيوترون وال 20 هي البروتون، يبقى بكل سهوله اقدر اقول ان النمبر اوف نيوترونز ايكوالز ال 40 ماينس ال 20، هيطلع لك 20. اذا النيوكليس بتاعتنا فيها 20 بروتونز و20 نيوترونز، 20 بروتونز و20 ايه؟ نيوترونز. تمام؟ يبقى التوتال نمبر اوف نيوكليونز هنا كام؟ تقول لي 40. طيب وبعدين عايزين بقى نحسب الماس ديفكت. عايزين نحسب ايه؟ الماس ديفكت. هنحسبه ازاي؟ تقول لي الماس ديفكت هنحسبه النمبر اوف بروتونز اللي هم 20، تمام؟ مالتبلاي ايه؟ فين ماس البروتون؟ يقول لي ماس البروتون اهو، هو مديها لك كده. تمام؟ يبقى هنقول له 20 ده النمبر اوف بروتونز مالتبلاي الماس بتاع البروتون الواحد بلس ال 20 الثانيه دي، ده النمبر بتاع النيوترونز مالتبلاي ايه؟ مالتبلاي ماس النيوترونز. تمام؟ يبقى 20 مالتبلاي الايه؟ النمبر اوف نيوترونز 20 مالتبلاي الماس بتاعت النيوترون. طيب وبعدين قال لي ده كده انت حسبت حاجه اسمها ثيوريتيكال ماس. يبقى البراكت الاولاني الصغير ده الثيوريتيكال ماس ماينس ايه؟ قال لي ماينس الاكشوال ماس. هو اداك هنا فاليو كده وقال لك ده هو الاكشوال ماس. اقول خلاص يبقى الثيوريتيكال اللي انا حسبته ماينس الاكشوال ماس. كده يبقى انت حسبت ايه؟ كده يبقى انت حسبت الماس ديفكت. تمام؟ احطه في براكت كبير. ده كده الماس ديفكت. مالتبلاي ايه؟ قال لي مالتبلاي الكونستنت بتاعنا اللي هو 931. تمام. يبقى انت كده حسبت البايندنج انرجي في وان ستيب. حطيت النمبر اوف بروتونز تايمز الماس بتاعتها بلس نمبر اوف نيوترونز تايمز الماس بتاعتها، فانت كده حسبت الايه؟ الاكشوال، لا انا اسف، الثيوريتيكال ماس ماينس الايه؟ الاكشوال ماس. كده يبقى انت البراكت الكبير طلع لك الماس ديفكت مالتبلاي الكونستنت اللي هو 931. يبقى انت كده قدرت تحسب البايندنج انرجي، واليونت بتاعتها هتبقى مليون الكترون فولت. هل كده خلصت؟ يقول لي لا، انا كنت عايز منك النيوكلير بايندنج انرجي بير نيوكليون، فاخد الانسر دي اللي هي 234.4 ديفايدد 40. ايه بقى ال 40 دي؟ قال لي دي النمبر اوف نيوكليونز، واحنا قلنا النمبر اوف نيوكليونز هي الماس نمبر. تمام؟ فقلت 234.4 ديفايدد 40 يطلع لي فاليو 5.86 مليون الكترون فولت. ده الانرجي بير نيوكليون. دي كده الانرجي بير ايه؟ بير نيوكليون. تمام؟ اعتقد الموضوع سهل، هو بس اهم حاجه وانت بتحطها على الايه؟ على الكالكوليتور تبقى مظبوط. تمام. طيب وبعدين قال لي بقى هل كل الايزوتوبس ستيبل ولا لا؟ ايه موضوع الايزوتوبس دي اللي قلناها المره اللي فاتت؟ قلنا ان الايزوتوبس دي اتومز اوف ذا سيم اليمنت، تمام، having different mass number. زي ايه؟ يقول لي مثلا زي الاكسجين، تمام، 16، وفي كمان اكسجين 17، وفي ايه كمان؟ قال لي في اكسجين 18. تمام، هما الثلاثة الاتوميك نمبر بتاعهم 8، كلهم نفس الاتوميك نمبر. طب لما دول كلهم اكسجين، ايه اللي خلى فيه ديفرنس في الماس نمبر؟ قال لك يبقى النمبر اوف نيوترونز مختلف، ديفرنت. طيب مين فيهم مور ستيبل ولا كلهم نفس الاستابيليتي؟ قال لي خلاص حضرتك بقى هتروح تعمل ايه؟ هتحسب النيوكلير بايندنج انرجي بير نيوكليون زي ما حسبناها في الاكزامبل اللي فات، كويس، واللي يبقى عنده اعلى نيوكلير بايندنج انرجي بير نيوكليون، تمام، ده اللي عنده اعلى ريشيو بايندنج انرجي بير نيوكليون، يبقى ده هو المور ستيبل ايزوتوب. هو ده المور ستيبل ايه؟ ايزوتوب. من هنا يبتدي بقى يكلمني على حاجه تانية اللي هي ستابيليتي اوف ذا اليمنتس. في اليمنت بتبقى ستيبل، النيوكليس بتاعتها ستيبل، تمام،
مش بتعمل اي راديو اكتيفيتي، دي قاعده كده ايه ستيبل ما عندهاش مشكله. في اليمنت تانيه ان ستيبل، تمام، دول اللي بيعملوا ديكيينج. يعني ايه ديكيينج؟ يعني الاتوم بتتغير وبتتحول لحاجه تانيه. ازاي؟ قال لي اصلها بتبقى راديو اكتيف. يعني ايه راديو اكتيف؟ يعني emitting radiations، بتطلع radiations عشان تحاول تبقى stable. يبقى الـ unstable elements دول element النيوكلياي بتوعهم بيحصل لهم decaying by time due to radioactivity. تمام؟ طيب ايه اللي يخلي الاتوم stable او unstable؟ اتفقنا ان النيوكلير بايندنج انرجي بين النيوكليون محتاجينها تبقى ايه؟ كافيه وتبقى زياده، عشان كل ما بتزيد النيوكلير بايندنج انرجي بين النيوكليون الاستابيلتي بتاعت النيوكليس بت ايه؟ بت increase. طيب ايه كمان؟ قال لي في ريشيو مهمه جدا لازم تعرفها. ايه يا حبيبي الريشيو دي؟ قال لي بص، دي الريشيو ما بين البروتونز والنيوترونز. ريشيو ما بين الايه؟ البروتونز والنيوترونز. قال لي الموست ستيبل لما يكون النمبر اوف نيوترونز ايكوالز نمبر اوف بروتونز. ده الايديال، ان يكونوا الاثنين قد بعض. يكون الريشيو كام؟ تقول لي 1 تو 1. يعني لو عملنا ديفايد نمبر اوف نيوترونز اوفر نمبر اوف بروتونز هتطلع الريشيو دي 1، لان هما ايكوال. تمام كده، ده احسن حاجه اللي هما الايه الاي. تمام، طيب قال لي يبقى احنا لازم بقى ايه نشتغل على الكلام ده ونقول حاجه، نرسم جراف زي كده. ايه يا عم الجراف ده؟ قال لي بص، على الاكس اكسس هنحط لك الاتوميك نمبر، قلت لك الاتوميك نمبر اللي هو الزد. هو الزد ده اللي هو الاتوميك نمبر، نمبر اوف ايه؟ تقول لي ده النمبر اوف بروتونز. طب وهنا على الواي اكسس هنحط النمبر اوف نيوترونز، نحط النمبر اوف ايه؟ اوف نيوترونز. تمام. وبعدين قال لي شفت الخط اللي هو الستريت لاين ده؟ اه، ده بيبقى فيه النيوترونز ايكوال البروتونز، يبقى الريشيو تطلع بكام؟ ب1. الريشيو تطلع ب1، ده احسن حاجه. تمام؟ اوكي. يبقى ده هو يسموه بيلت اوف ستابيليتي. يسموه ايه؟ بيلت اوف ستابيلتي. الاليمنتس اللي تيجي الريشيو بتاعتها على اللاين ده، يعني الريشيو بتاعتها 1، يبقى دي ايه؟ ستيبل، دي الموست ستيبل اتوم. تمام. طيب لو لقينا بقى ريشيو لاليمنتس ان اوفر زد، يعني نمبر اوف نيوترونز ديفايدد نمبر اوف بروتونز، لقيناها ابتدت تعمل ديفيجن، تطلع عنه شويه كده. قال لي مسموح لنا بشويه ديفيجن كده تزيد الريشيو شويه. انا لما باجي الكيرف بتاعي يبقى رايح ناحيه الواي اكسس، يبقى واضح ان النيوترونز اللي على الواي اكسس عددها اكتر من البروتونز. احنا فاهمين كده كويس؟ تمام. يبقى كل ما بتحرك كده الكيرف بيتحرك بيها ناحيه الشمال تو ذا واي اكسس، معناها ان النيوترونز بقت اكتر من البروتونز، يبقى الريشيو هتزيد عن 1. الريشيو هت ايه؟ هتزيد عن 1. قال لي هنفضل ستيبل لحد ما نوصل ل 1.6. تمام كده، يبقى الريشيو لما توصل 1.6 خلاص بقى، ده كده اخدنا في الاستابيليتي. لو زادت عن كده هنبقى انستيبل. يبقى الايديال ان يكون النيوترونز قد البروتونز، وتبقى الريشيو بتاعتهم 1 تو 1 او الان اوفر زد ايكوالز 1. تمام، وده بيبقى في اللايت اليمنتس. ده بيبقى في الايه؟ في اللايت اليمنتس، الاليمنت الخفيفه الماس نمبر بتاعها مش كبير. تمام، انما الاليمنتس لما بتبقى مور هيفير شويه بيبتدي عدد النيوترونز يزيد، يبتدي عدد النيوترونز ايه؟ يزيد. وطالما عدد النيوترونز زاد يبقى الريشيو اكيد هتزيد، فمسموح لنا بالاستابيليتي لحد ما نوصل ل 1.59 يعني، او 1.6. ساعتها بقينا ايه؟ خلاص ده اخدنا في الاستابيليتي. اوكي، طيب لو الريشيو طلعت less than 1، يعني ايه الريشيو تطلع less than 1؟ تقول لي انت بتقول لي ان الريشيو دي n يعني النيوترونز ديفايدد الزد يعني البروتونز. لما البروتونز يبقى عددها اكتر من النيوترون، البروتون زد عددها اكتر من النيوترون، ساعتها الريشيو دي تطلع طبعا طبعا less than 1. حلو، هل كده الاتوم دي هتبقى ستيبل؟ قال لي لا، دي مش هتبقى ستيبل، الاتوم دي مش هتبقى ستيبل، ان ستيبل. تمام، طيب وبعدين؟ قال لي النيوكليس عايزه تبقى ستيبل، مش هينفع تفضل كده كتير قوي. طب ازاي تو اتشيف الاستابيليتي دي؟ قال لي بص يا سيدي، هي هتحاول تخلص من بروتون، مش ان احنا ازمتنا في البروتون اللي هو هنا ده، اه ده زياده شويه عن النيوترون، يبقى الحل ايه؟ ان احنا نخلص من شويه بروتون. قال لك ده كمان في حل ظريف قوي. ايه هو الحل ده؟ قال لك ان البروتون، تمام، بيحصل له تشينج
انتو نيوترون. ايه الكلام الكبير ده؟ قال لك البروتون هيسيب جزء منه، هيسيب جزء منه تمام، ويتحول لنيوترون. الجزء ده هيبقى بوزيتيف، يبقى البروتون هيسيب جزء منه، الجزء ده بوزيتيف تمام، فيتحول البروتون لايه؟ لنيوترون. الجزء البوزيتيف ده بيقولوا عليه بوزيتيف الكترون، بيقولوا عليه بوزيتيف الكترون تمام، وبيسموه بوزيترون. سموه ايه؟ بوزيترون. يبقى ايه هو البوزيترون؟ البوزيترون ده بوزيتيف الكترون وده بارت من البروتون. يبقى البروتون حول نفسه لنيوترون وطلع البوزيترون. طيب لما البروتون يتحول لنيوترون ايه اللي يحصل في الريشيو اللي فوق دي؟ قال لي كده البروتون عددها هيقل، هيديكريز، والنيوترون في نفس الوقت عددها هينكريز. يبقى انت بتعمل ايه في الريشيو؟ تقول لي بحاول اظبط لك الريشيو عشان نوصل لل1. احنا كنا لسه 1 عشان البروتون كتير عن النيوترون، فلما احول بروتون لنيوترون يبقى احنا كده بنحاول نحل المشكله واحده واحده. تمام كده؟ طيب يبقى الاليمنتس اللي هم موجودين هنا في الاريا دي كده، دول عندهم مشكله ان البروتون عددهم اكتر من النيوترون، فبالتالي النيوكليس تو اتشيف اتس ستابيليتي بيحصل لها ايه؟ بتعمل راديشن لبوزيتيف الكترون بيسموه بوزيترون، يسموه بوزيترون. وكده البروتون تشينجد انتو نيوترون بلس الايه؟ البوزيترون. وادي السيمبل بتاع البوزيترون، اي سمول كده كانه الكترون تمام، وحاطط لي تحت بوزيتيف 1 عشان يعرفني التشارج بتاعته بوزيتيف 1، وحاطط لي فوق 0 عشان يقول لي ان الماس بتاعته 0 تمام، والبروتون كده تحول لنيوترون. طيب اذا كان بقى الريشيو زادت، زادت ازاي؟ قال لي بقت مور ذان 1.6، كده الاتوم بقت ايه؟ بقت مور ستيبل تمام. ليه؟ يقول لي عشان النيوترونز كويس عددها زاد، النيوترونز عددها زاد فالريشيو زادت. طب وايه الحل؟ قال لي ولا حاجه، احنا عايزين نخلص من النيوترونز دي، فنعمل ايه؟ قال لي النيوترون تعمل راديشن لنيجاتيف الكترون. ايه النيجاتيف الكترون ده؟ يقول يسموها بيتا بارتكل. يسموها ايه؟ بيتا بارتكل. يبقى النيوترون اللي كان نيوترال يعني النيجاتيفز اللي فيه قد البوزيتيف خسر حته نيجاتيف فيتحول لبروتون. يبقى كده النيوترون اللي كان زياده اتحول لبروتون. ابقى ضربت عصفورين بحجر، قللت النيوترون وزودت البروتون. تمام كده؟ يبقى الاليمنتس اللي هم الريشيو بتاعتهم عاليه شويه اللي هم في الجزء ده تمام، عندهم نيوترونز اكتر، فهيعملوا ايه؟ قال لك هيميت بيتا بارتكلز. ايميت ايه؟ بيتا بارتكلز تمام، وكده النيوترون يتحول لبروتون. تمام. قال لي طيب في بقى عندنا اليمنتس عندها ماس كبيره او جريت ماس. الجريت ماس دي زادت فيها البروتون والنيوترون بحيث ان الريشيو بتاعتنا كويسه يعني وزن الرينج بتاعها من 1 ل 1. 6. يبقى احنا مفيش مشكله في الريشيو عندنا. امال ايه المشكله يا عم؟ زعلان ليه؟ قال لك النيكلس بقت هيفي او تقيله. فتعمل ايه؟ قال النيكلس دي عايزه تخلص من الايه؟ من الماس الزياده اللي فيها. فتعمل راديشن لايه؟ قال لي تطلع تو بروتونز وتو نيوترونز، اخلص من الاثنين مره واحده. تمام؟ اطلع تو بروتونز وتو نيوترونز في كل مره. تمام؟ البارتكلز دي على بعضها اللي هم تو بروتونز ودو نيوترونز بيسموهم الفا بارتكل، يسموهم الفا بارتكلز تمام. والاكزامبل اللي قدامنا اهو اليمنت اسمه يورانيوم 92 والماس نمبر بتاعه 234، هيتحول لاليمنت تاني اسمه ثوريوم 90 والماس نمبر بتاعه 234 بلس هيليوم. الهيليوم دي نيوكليس اللي هي 2 بروتونز و2 نيوترونز. يبقى كده انت شفت كام حاجه على الكيرف بتاع الاستابيليتي ده؟ قال لك شفت حاجه على الاستابيليتي بيلت اللي هي الريش بتاعتها 1، ودي بتبقى في اللايت اليمنت بس وفيها النيوترون قد البروتون ودول ستيبل، وفي اليمنتس تانية الريشيو بتاعتها بتزيد عن 1، يبقى النيوترونز بقت اكتر شويه من البروتون ولكن مسموح لنا نفضل ستيبل لحد ال 1.59. بعد ال 1.59 كده بقينا انستيبل. فمن هنا يطلع عندي 3 ريجونز اوف انستابيليتي، في ريجون بيلو البيلت اوف ستابيليتي، وفي ريجون اباف، وفي ريجون ايه اللي هي فوق هنا. الريجون اللي هنا اللي هي الريش بتاعتها less than 1 يبقى البروتونز عددها اكتر من النيوترونز،
وفي الحالة دي الأتوم هتعمل راديشن لإيه؟ لبوزيترون اللي هو بوزيتيف إلكترون، والبروتون يتحول لنيوترون، ونبقى ظبطنا الريشيو، قللنا البروتون زودنا النيوترون. لو احنا في الريجن اللي فوق هنا اللي هي دي كويس، ساعتها الريشيو بتاعتي بقت مور ذان 1، ده اكتر كمان من 1.59. واحنا ساعتها هنعمل ايه؟ هنخلص من النيوترون ازاي؟ هندوز او نعمل انا اسف راديشن لنيجاتيف الكترونز اللي هم الايه البيتا بارتكلز، والنيوترون يتحول لبروتون. طيب الاليمنت اللي هم الهيفي اليمنت بقى دول الريشيو بتاعتهم مظبوطه ما فيهاش مشكله، ولكن بقى فيها هيفي ماس. يحصل ايه فيها؟ قال لي دي هتخلص تعمل راديشن من تو بروتونز وتو نيوترونز مع بعض اللي بيسموهم الفا بارتكلز، بيسموهم ايه؟ الفا بارتكلز. تمام كده احنا خلصنا الليسون. في جزء اخير في الليسون اللي هم الكواركس. الكواركس دي ايه؟ ملغيه، ماشي؟ اللي هو الجزء ده كده، ده كانسلد، ده اتلغى، ماشي يا حبايبي؟ يبقى كل الجزء اللي احنا ما قلناهوش ده ايه؟ ملغي. تمام؟ اوكي. إيه، نبتدي نبص بقى على بعض الأسئلة الصغيرة كده. بيقول لي if the mass of neutron M1، mass of proton M2، mass of helium M3، يبقى الماس ديفكت ايكوالز كام؟ تمام؟ الماس ديفكت، أحسب ماس ديفكت إزاي؟ أقول له الأول عايزين نشوف الأكشوال ماس. الهيليوم إحنا عارفين إن هو He2O4، تمام. يبقى عندنا كام بروتون؟ عندنا 2 بروتون، والماس بتاع البروتون الواحد كام؟ 2. يبقى اقول له 2 باي M2. وبعدين عندنا كام نيوترون؟ 2، يبقى برضو 2 تايمز M1، يبقى عندنا 2M1 بلس 2M2 اللي هي تشويس A وتشويس سي. تمام. ماينس ايه؟ قال لي ماينس الماس الاكشوال اللي هي ام 3. تمام. مالتبلاي ايه؟ قال لي مالتبلاي 931 ولا اللايت سبيد باور 2. اقول لك لا، هشتغل على الرول اللي تحت دي. ليه؟ عشان هنا الماس باليو. تمام كده؟ يبقى انا عندي ايه؟ يبقى عندي ده تايمز ال 931. تمام. بيقول لك الماس اوف او 17 از كذا، يبقى الماس ديفكت ايكوالز كام؟ وقال لك ان الماس اوف بروتون ايكوالز الرقم ده، ماس اوف نيوترون ايكوالز ده. هو كده عايز مني الماس ديفكت. اقول له ماشي، انت اديتني الماس الاكشوال، مطلوب مني احسب لك الماس ديفكت. يبقى شوف الاول الثيوريتيكال ماس. الثيوريتيكال ماس ازاي؟ تقول لي ماس البروتون انت عندك كام بروتون؟ اقول له 8. تمام. يبقى 8 تايمز ايه؟ تايمز ماس البروتون اللي هو ده، تايمز ماس البروتون بلس عندك كام نيوترون؟ تقول لي 17 ماينس 8 يعني 9. 9 تايمز مين؟ تايمز ماس النيوترون. ده كده الايه؟ ده كده الثيوريتيكال ماس. اقول له ماينس الايه؟ الاكشوال ماس اللي هو 16.995. كده يبقى انت حسبت الايه؟ الماس ديفكت. تمام؟ كده احنا خلصنا الليسون وشرحنا اللي فيه وحلينا بروبلمز عليه. لو في اي سؤال ابعتولي على الجروب، انا تحت امرك، واشوفكم على خير ان شاء الله.